50 سنة عندها المسألة، إذا كنت عمري 24 سنة وقت اللي وقعت الأحداث، وهي رأي حركة صغيرة من فبا إكزاجيري برشا، رغم اللي هي كانت عندها وقع كبير، أما هي رأي اجتماعات في الجامعة، جلسة عامة في الجامعة ومطالبة بإطلاق سراح محمد بن جنات رفيقنا، كان حكم عليه بعشرين سنة أشغال شاقة. كانت تحركات متاع تحركات طلابية اللي ما جاتش عفوية، يعني كانت تراكم البرش أحداث صارت قبلها. الجامعة التونسية يعني جامعة سخونة من وسط الستينات، الجامعة التونسية من 65 شهدت تحركات مستمرة. في 66 كيف شدوا 1000، يعني كنا 3000 ولا 4000 طالب كل في تونس وقتها، 66 ان بو بليتار، يعني لقوا 1000 واحد تقريبا شدوهم حطوهم في الجرجاني. بعدها بشرى عملنا 5 جوان 67 ولا وقت العدوان تاع اسرائيل على الشعب الفلسطيني. كما كنت نقول لك 20 سنه اشغل الشاقه، الشاب اللي هو بالعكس يستاهل ميداليه قطيعه اخرى. دونك هي تراكم 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 حتى لين عملنا لجنه اطلاق سراح بن جنات. هذاك واش عملنا، هذا الكل معناه افرز الاضراب نتاع مارس 68 اللي دام من 15 مارس حتى شيء ل 19 مارس، كانت سريعه برشا، وكان ثم تحركات نتاع مسانده في الليسيات زاد، لانه مارس 68 ما شملش كان الكليات اللي كان عددها قليل في الفتره هذيك، كان في تونس العاصمه هنا كلها. في 19 مارس قبل باربع ايام العطله، اربع ايام ولا خمس ايام ما نتذكرش بالضبط الواحد، لكن تتقدم العطله، يقع تعطيل الدروس، ذكرنا برشا حاجات صارت من بعد يعني في 2011، تتقدم معناها تتقدم العطله باش تبلوك الاحتجاجات، وفي نفس معناها الفجر هذاك من غدوه تبدا الايقافات، يعني حمله الايقافات اللي شملت معناها مئات نتاع الناس اللي من قريب واللي من بعيد عنده علاقه بيرسبكتيف وبالحزب الشيوعي وبالبعث. مارس 68 كان لحظه قويه، معناها لحظه فارقه في التاريخ نتاع الحركه الطلابيه او الحاجه، لان الحركه الطلابيه كانت اول مره كونها الا فيرم اوفرتومون موقفها ضد النظام البورقيبي، لانه قبل كان الصراع من داخل في وسط الماكينه، قبل كانت الصراعات تصير في وسط الاتحاد العام طلبه تونس. السبيسيفيستي نتاع مارس 68 كان الخروج للشارع نتاع مجموعه من الشباب اللي تنظم، الشباب الطلاب اللي تنظم خارج حزب الدستور وخارج اتحاد الطلبه، كانوا شباب من نوع جديد، شباب حي وما يخافش وما يرهبش، وقدامه جهاز قمعي لطيف تسلط عليه هكا وهو ما يوخرش. هذه الميزه اللي فوكو عجبته، جماهيريه، قاعده جماهيريه كبيره، يعني الصاله اكبر من هذه معبيه متكمه بالطلبه، وجاء باش معناها يعبر على تحرك في الشارع، كونه افتكاك الشارع من اتحاد الطلبه اول حاجه، معناها وتعبير كونه الشرعيه الجماهيريه ما هي ما عادش عند حزب الدستور، حزب الدستور خسر ديفينيتيفمون الشرعيه الجماهيريه نتاعو، راهو الطلبه اليساريين هما اللي اليوم عندهم الشرعيه الجماهيريه، ومن وقتها الجامعه قعدت هي الفضاء اللي فيه يتم انتاج نقولوا احنا النقد الاجتماعي. قطيعه بريسك تامه باش تولي تامه عويمين ولا ثلاثه بعد في فيفري 72، حركة أخرى وحلقة أخرى وإسكالات أخرى، وقتها باش تولي تامة، والحزب الدستور ضعضع باش يخرجوا منه الجزء الأول بن صالحين والجزء الثاني بعد مستريين. في الجامعة كيف الوجات الاتحاد العام لطلبة تونس، يعني ما فلت من يد الدستور، من يد النظام، بقى حتى شيء، خاف بالطبيعة. هذاك علاش كانت ضربه قويه، وما كناش زاد كان لهين كان بالمشاكل الطلبه، على خاطر الطلبه كانوا يحبوا تونس تولي خير، بيرسبكتيف تحتها العنوان بور اون تونيزي ميور. بعد قعدنا نستناو 10 سنين باش تكتب بالتاريخ هذا، هو في حد ذاته لانه الميموار نتاع المناضلين بخلاف الكتاب نتاع جيلبير معناها
شو اسمه كريستال معناه اللي خرج من الاول معناه جوست بعد ما خرج من الحبس، لكن اغلبيه ما تكتب من بعد الشهادات الاغلبيه نتاعها جات في الالفينات معناه، والاغلبيه الساحقه جات بعد 14 في كاريمون. دونك هو التاريخ في حدات نتاع اللي صار هذايا ماهوش مكتوب، هذا دو ان. وان بلوس وقت اللي يبدا التاريخ اوبجي دو سبيكولاسيون، على خاطر هو اوبجي دو لوت بين الناس، خاطر الناس بعد ما انتهت التجربه نتاع معناها نتاع بيرسبكتيف هو بيدو يتفرع على تنظيمات اخرى، والتنظيمات هذه دخلت في صراعات في حد ذاتها، وشكون عنده شرعيه التواصل نتاع بيرسبكتيف. دونك اكرير ليستوار دو بيرسبكتيف سيتي ان انجو دو لوت. الوعي بتجربه 168 مثلا في فرنسا تطلب كونه نستناو 40 سنه ولا 30 ولا 35 سنه بعد باش ابارتير من لي زاني 2000 مثلا تجي كتابات تعاود تنقد اللي تكتب هذاك الكل، وتحاول تعطي معناها اون فيرسيون بلوس نقولوا احنا امينه اكثر مع اليسار. اذا كان هذا 168 في فرنسا اللي احتاجت 40 سنه في بلاد اللي فيها نسبيا الديمقراطيه، فيها نسبيا حريه البحث العلمي، نسبيا اللي الناس تنجم تنتج فيها هذا كل، وكان عندها الصعوبه هذه الكل باش تنتج الوعي باللحظه التاريخيه هذيك اللي صارت، انا يظهر لي من التعسف باش نلومه على الناس اللي عاشت في التجربه نتاع مارس 68 التونسيه باش تنتج هي تاريخها. جو بونس عادي برشا كونه طلبت العمليه 50 سنه لقدام، وطلبت العمليه كونه تيحبن عليه، وطلبت العمليه هذا الكل باش الناس هذه تقدر تاخذ ان بو دو ريكول وتكتب التاريخ نتاعها. انا تظهر لي المساله عاديه وما نجموش نلومه عليها ماكوز دو سا.